الحمد لله رب العالمين. اليوم الأربعاء 30/3/2022 تشرف مديرية أوقاف الإسكندرية وجود معالي سعادة اللواء خالد بك سكرتير عام المحافظة، نائبا عن معالي السيد اللواء الوزير المحافظ محمد بك الشريف محافظ الإسكندرية، في استقبال دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام. زنت هذه الدفعة 4 أطنان ليصل مجموع ما وصل إلى محافظة الإسكندرية من لحوم صكوك الإطعام إلى 16 طن، 16 طن لحوم صكوك الإطعام حصلتها الوزارة لمعالي الوزير محافظ الإسكندرية للتفضل بالإشراف عليها أو من ينيبه للتضامن الاجتماعي. إضافة إلى ذلك الحمد لله رب العالمين، بادر معالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير أوقاف بإرسال دفعة أولى من الأرز والسكر زنت 22 طن 5500 شنطة من وزارة الأوقاف لإخواننا وأهلينا من الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا، برضو بكشوف معدة بمعرفة التضامن الاجتماعي ليتم التوزيع والإعداد بمعرفة التضامن الاجتماعي. تحية لمعالي الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونسأل مولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام علينا وعلى شعبنا الغالي قيادة وشعبه بالخير واليمن والبركات، وكل عام وحضراتكم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنقل تحيات معالي الوزير المحافظ لفضيلة الشيخ وزير الأوقاف، وبنشكر دعم دائما للأوقاف لينا محافظة اسكندرية تحديدا، ويعني للمزيد دائما إن شاء الله ابتهالا واستقبالا لشهر رمضان الكريم. المرة دي يعني الدعم غير محدود، مضاف إليه السكر والرز مع اللحوم، ودي إن شاء الله هتتم توزيعها بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي لمستحقيها من الأسر يعني الأكثر احتياجا. فبكرر شكري لفضيلة الشيخ والسيد مدير التموين، السيدة مدير التموين، وإن شاء الله للمزيد قدام بإذن الله لأهل اسكندرية. شكرا. بنشكر طبعا معالي وزير طبعا الاوقاف على الوقفه الشديده معانا في الاسكندريه. بصراحه نشكر معالي وزير المحافظ ونشكر اللواء خالد سكرتير العام للمحافظ محافظه الاسكندريه على جهدهم المشكور معانا وعلى التوفيق الشديد والتنسيق الشديد بيننا وبين الاوقاف علشان ان احنا يوصل لاهالينا الاكثر احتياجا جوه محافظه الاسكندريه الاعداد الكبيره من اللحوم. وصلنا 16 طن جوه الاسكندريه علشان نوزعها على جميع الادارات الاجتماعيه والوحدات الاجتماعيه علشان يصل لينا لغايه دلوقتي الى 16,000 اسره داخل اسكندريه. ده بالاضافه الى السكر والرز المره دي، وده 5500 كيلو برضو يوصلوا لاهالينا. المره دي مختلفه اكتر، احنا بنوزع بلجان، واللجان دي على كل اداره، لجان في المديريه ولجان جوه الادارات الاجتماعيه، وبالتالي كمان المره دي في كشوف نازله من الوزاره فيها الاسم والرقم القومي ورقم التليفون بحيث يصل الدعم الى مستحقيه. وفي لجان للمتابعه بتتصل بعد كده بالعميل وتقول انت وصل لك الحاجه اللي جايه لك ولا لا، وصل لك ايه بالظبط، وبالتالي بنتاكد ان هو وصل فعلا لمستحقيه. طبعا شكرا لجميع الجهات التنسيقيه، شكرا للعاملين معنا في كل الوزارات سواء وزارات الاوقاف او وزاره التضامن او المحافظه، لان كل ده الفريق العمل كله متواجد لغايه دلوقتي ولسه هيفرق، هيوصل لثلاثة أربعة الفجر، فكل ده مجهود مشكور مشكور مسبقا ان احنا بنتم تحضير الاول وبعدين بعد كده مرحله الاستلام وبعد كده مرحله التسليم، فالمراحل كلها اكتر من بعضها. شكرا لكل المجهود، لان ما فيش حد من العاملين كلهم اي حد بيتقاضى اجر زائد على هذا الموضوع، فهو تطوعي حبا في اهالينا وفي اسرنا الاكثر احتياجا ليصل الدعم الى مستحقيه. شكرا لكم جميعا.